وللمزيد عن فعاليات مهرجان العالمين الجديد انضم إلينا من هناك الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، حدثنا عن آخر فعاليات مهرجان العالمين الجديد وما يتضمنه من فعاليات ترفيهية سواء كانت رياضية أو غنائية أو غيره. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ربما كما ذكرتي هذا ما يميز مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية، وهو تنوع الفعاليات. إذا تحدثنا بداية عن الفعاليات الرياضية وهي ما يميز دائما بداية الأسبوع، وهي الفعاليات الخاصة بالمنطقة الشاطئية أو المنطقة الترفيهية، نتحدث عن لعب كرة القدم ولعب كرة السلة ولعب الكرة الطائرة. إذا تحدثنا بداية عن كرة القدم فنتحدث عن بطولة أبطال الساحل، وهي بطولة خاصة بكرة القدم بدأت بالأمس بالفعل، واليوم هي نهايتها على مدار يومين. شارك فيها عدد كبير من الفرق المختلفة التي تحب لعب كرة القدم. هذه الفرق تأتي من أماكن مختلفة، إما من محافظات إما من الجامعات، لكنهم تجمعوا هنا ليلعبوا كرة القدم التي تطل على الشاطئ. وسنتابع بالطبع سويا اليوم من سيكون الفائز بهذه البطولة، بالإضافة لذلك أيضا بطولة كرة الطائرة التي استمرت حتى الأمس وكانت على مدار يومين، وشارك فيها أيضا عدد كبير من الشباب والبنات. هذا ما كان يميز كرة الطائرة الشاطئية التي تلعب على الرمال أمام بحر العالمين الجديدة. بالإضافة لذلك أيضا رصدنا بالأمس وأول أمس رياضة كرة السلة لذوي الهمم، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بذوي القدرات الخاصة ومشاركتهم أيضا في مهرجان العالمين الجديدة. وتحدثنا معهم عن أهمية مشاركتهم في العالمين الجديدة. ربما أهم ما ركزوا عليه أنهم دائما ما تعودوا على لعب كرة السلة من ذوي الهمم على الكراسي المتحركة داخل الصالات المغطاة، ولكن ما يميز هذه المنطقة الآن أنهم يلعبون في الهواء الطلق ويطلون على البحر مباشرة. لكن هذا لا يقتصر فقط المهرجان لا يقتصر فقط على الألعاب الرياضية، هناك أيضا نشاطات الترفيهية والثقافية، من أهمها مسرحة الشهرة التي بدأت الخميس والجمعة ومستمرة لليوم الثالث أيضا في المنطقة الترفيهية. بالإضافة لذلك الآن جاري الاستعداد والتجهيز لمهرجان نبتة داخل مهرجان العالمين الجديدة، وهو يختص بالأطفال وفعاليات ثقافية وترفيهية مختلفة للأطفال، وستبدأ بالفعل في يوم 15 من أغسطس، أي بعد تقريبا 10 أيام أو أكثر، 12 يوما من اليوم تبدأ هذا المهرجان مهرجان نبتة. لكن جاري الاستعداد والتجهيز لاستقبال الأطفال، ولكن أيضا الأطفال يستطيعون أن يأتوا ويلعبوا في المنطقة الترفيهية الموجودة المطلة على شاطئ بحر العالمين الجديدة. بالإضافة لذلك أيضا فعاليات المسرح الروماني في المدينة التراثية لا تتوقف، فالمسرحيات مختلفة والسهرات المسائية مختلفة. على سبيل المثال سيكون هناك سهرة موسيقية مميزة يوم الاثنين القادم، وتعودنا على المدينة التراثية والمسرح الروماني أن تكون الحفلات والسهرات تقريبا شبه يومية، يوم يوما بعد يوم. بالإضافة لذلك أيضا الحفلات التي تأتي في نهاية كل أسبوع، بالأمس رصدنا حفل الفنان رامي جمال على مسرح اليو أرينا وهو الناحية الأخرى من أبراج العالمين، وشهدنا طبع تفاعل كبير من الجماهير التي حضروا هذا الحفل. ولذلك تنوع الاحتفالات هو ما يميز مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية، تنوعها وملائمتها لجميع الفئات العمرية. زميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من مدينة العالمين الجديدة، شكرا جزيلا لك.